الإنتاجين من مدرسة بلال بالرباح المشتركة. نشكر مؤسسة بيت المال الأمريكي لتقديمهم الحقائب المدرسية ورسم البسمة على وجوه الطلاب في المدرسة. سوسن خليل مزيد، مديرة مدرسة بلال بالرباح الثانوية المشتركة. نشكر مؤسسة بيت المال الأمريكي على تقديمها الدعم المستمر للشعب الفلسطيني ولطلاب مدرسة بلال خاصة، ففي هذه المرة قاموا بتزويد المدرسة بعدد حقيبة مدرسية للطلاب في جميع في فصول مختلفة من المدرسة، وهذا شكر متميز قامت به المؤسسة. كل التحية للشعب الأمريكي وللمؤسسة الداعمة. نتمنى أن يزودونا بالعديد في المرات القادمة بما يخدم تجويد وتحسين العملية التعليمية في فلسطين.